في المرمى. طابت أوقاتكم، السلام عليكم. السويلم، هل كان ضحية ليلة النهائي الكبير؟ لماذا استقال؟ الهلال السعودي ينهي مغامرة بن ياسر الآسيوية ويفجر غضبه بسباعية. مارد آسيا يطرد بيروزي من دور الأبطال بثلاثية، وعطيف يوقع أول أهدافه. 10 تصريحات أشعلت الموسم السعودي، أبرزها فهمتك الآن. أهلا بكم. محمد السويلم جاء إلى النصر بأحلام التغيير وغادر بعد أول سقوط، قبل أن نسأله لماذا، من هو هذا الرجل؟ بدأ في الأخدود، المدينة التي تقع جنوب السعودية، ثم انتقل إلى جدة مع نادي الأهلي قبل أن يتحول إلى القصيم التي لعب في أهم ناديين يتمركزان بها، الرائد والتعاون. انقطع بعدها عن كرة القدم سنين عددة، حتى عاد إليها مجددا في الرياض مديرا للفريق الأول. رحلة محمد السويلم الماضي في بحر الأربعينيات من عمره مع كرة القدم بدأت مطلع الثمانينات، ونجح منذ ذلك في ارتداء قمصان المنتخبات السعودية بتعدد فئاتها العمرية، إلا أنه تعرض للتجميد عامين بعد توقيعه عقدا مع الأهلي لوجود اتفاق مبدئي مع اتحاد جدة آنذاك. عودة السويلم إلى كرة القدم في الرياض كانت في يناير بداية السنة الجارية مديراً لفريق النصر، برهان من الأمير الوليد بن بدر خلفاً للمستقيل سلمان الجريني، ليشهد تعيينه شداً وجذباً حول دخوله أسوار الفريق الأصفر إدارياً وهو أهلاوي الميول. مدير النصر السابق أول أيام عمله أعلن إعلامياً تبرعه بكل رواتبه من النادي لفريق كرة القدم، دعماً منه لمسيرة الفريق الأصفر في المناسبات المحلية. لاحقاً نجح في التوفيق بين مشعل السعيد لاعب الاتحاد وقائد الأصفر حسين عبد الغني في قضيتهم التي طرقت أبواب المحاكم. السويلم قبل أن يكتب استقالته التي رافقتها روايات حول ما حدث ليلة نهائي كأس الملك، كان جزءاً من أن ينهي النصر الدوري سابعاً للترتيب ووصول الفريق إلى نهائي كأس الملك للأبطال الذي خسره برباعية، وخسر معها اللقب المنتظر منذ 12 عاماً. وفي الاستوديو يلتحق بنا الآن كابتن محمد السويلم، المدير السابق لفريق النصر. أهلاً بك محمد. أهلا وسهلا أخي بتال، مسي عليك وصبح عليك بالخير وعلى المشاهد الكريم. لماذا استقلت؟ في البداية لو سمحت لي بتال، حقيقة أحب أهني الفرق السعودية، الأهلي والهلال والاتحاد وكذلك الاتفاق من خلال تأهل حقيقة من خلال الأقوى بطولة آسيوية، مبارك الجميع وأتمنى لهم التوفيق. الواقع والمعطيات هي سبب كبير جدا في تقديم الاستقالة والابتعاد كمحب أيضا للكيان النصراوي. ليش؟ لأنه حقيقة بعض الأمور أنت يكون عندك رؤى وعندك بعض الأمور اللي أنت مقتنع فيها عمليا، اجتهدنا وعملنا وكان هناك إخلاص وتواجد من الجميع وتحديدا أعضاء الشرف، لكن وجدت أنه من خلال المرحلة الماضية أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان. ليش؟ برضو ليش؟ نعم. ليش ما كان بالإمكان؟ لأنه فعلا أنت تتكلم عن معطيات، والظروف حقيقة والموجودة والمعطيات الموجودة تحتاج إلى عمل وعمل. وضحنا، أنت قاعد تقول العموميات. أنا أتكلم بالعموميات حقيقة، لأنه الخصوصية تعتقدنا هي شأن نصراوي، أنا أحد العاملين فيه، ويحتم علي هذا الانتماء أنه إغلاق هذه الأبواب وتسليم المفاتيح للمعنيين بنصر وهم الأقدر والأجدر أيضا بإيضاح مثل هذه المسألة. لا شأن للجمهور بأنه يعرف هذه الأشياء. أنت تتكلم عن مسألة جمهور نصراوي، لا شأن له. أنت تتكلم عن أمر مهم جدا، وهو هي مرحلة التصحيح والإصلاح في النصر، ونعتقد أنه هذه الأمور تعني بشكل كبير جدا صاحب القرار والمعنى أيضا في تفكير هذه المسألة. يمكن التصحيح؟ أنا أقول أنه في أمور كثيرة، في أمور كثيرة جدا يحتاجها النصر، غير موجودة. وصلنا إلى مرحلة أعتقد أنه كانت هناك جهود متضافرة من الجميع، محمد جزء من منظومة عمل متكاملة، بذلنا حقيقة حتى نهاية الموسم عمل وعمل جبار جدا، جعلنا دائما بين قوسين هي تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص في هذا الحضور. الله سبحانه وتعالى لم يخيبنا من لا شيء، تواجدنا في أقوى وأغلى شيء وهو السلام على مولاي خادم الحرم الشريفين. طيب، ممكن بعد انت التجربة هذه 6 أشهر أو أقل؟ 5 أشهر. 5 أشهر. نعم. المعطيات داخل النصر من خلال ما وجدت، يعني يمكن القياس عليها بأن الفريق قد يتعدى الحالة؟
نعم يتعدل، لأنه أعتقد أن الحلول لم تكن يعني موفقة من خلال الفترة الزمنية وأيضا من خلال المتاح سواء العنصر الأجنبي أو المحلي أو أيضا حتى من بعض الجوانب الإدارية اللي طبعا كان هناك مناقشة دائمة مستمرة مع المعنيين بالنادي، إلا أنهم أرجوا هذا الأمر إلى نهاية الموسم. أنا أعتقد أنه فعلا هم وقفوا على الحلول وعلى الخيارات اللي قد ممكن توجد النصر بشكل مختلف خلال الموسم القادم. نعم، تعبت بعد ما ذهب الوليد بن بدر؟ حقيقة هو شخصية له مكان وخصوصية، خلك صريح معنا. نعم، ولكن فعلا بعد مغادرته أنا عانيت بشكل كبير، لأنه كان هو فعلا الداعم الحقيقي والرئيسي لمحمد. من عانيت؟ لم أعاني من شخص بذاته، وإنما عانيت حقيقة من سيستم، بابتعاد الرجل، لأنه كان يملك فعلا الحس القيادي مما منحني حقيقة أمور كثيرة جدا من خلال خبرته وأيضا من خلال إعطاء محمد. كان داعم لك في التغيير؟ أمور في ثقته في نفسه. كان داعم لك في التغيير اللي حدثته أنت؟ أبدا حقيقة الأمير الوليد كان لي داعم في كل الأمور. شاهدت عدم مبالاة في النصر ليلة النهائي من لاعبين؟ إطلاقا، أنا حقيقة ما فعلا أساني حقيقة بعض الأخبار اللي تخرج. لاعب النصر على ثقة وعلى يعني قدرة كبيرة جدا من الثقافة وأيضا الفكر. لا شك أنت تتكلم عن عائلة، العائلة لا شك أنه أيضا من خلال الأبناء الأسرة هذه أنه يكون هناك بعض الاختلاف وبعض الأشياء اللي قد ممكن توجد لك بعض المشاكل. وأنا أعتقد أنه فعلا التعامل من خلال أعضاء الشرف والمعنيين بالنادي إضافة إلى الجهاز الإداري كان هناك فعلا تعامل إيجابي مع أحد الأبناء. كم محمد نمت ليلة النهائي؟ الساعة 3:30 الليل الفجر. نعم. الليلة اللي قبل النهائي اللي قبلها بليلتين يعني. أنا ما نمت قبل المباراة بليلتين، لم أذق نوع طعم النوم حتى أنه فعلا حاولت. كنت تمر على غرف اللاعبين؟ لم يكن هناك، كان هناك منح المعنيين بالفريق الأخ سالم العثمان وأيضا الأخ محمد الخرينق، كان هناك متابعة ومتابعة مستمرة أيضا بالمرور. وش المتابعة؟ اللي من خلال أيضا مرورهم على اللاعبين والتأكد أيضا من الأمور. أي نعم، من أن الأمور يعني وضعها جدا تمام. اللاعبين محترفين يحتاجونك تمر على غرفهم وتشوف أحد نايم. أنت ما تشوف الغرف بقدر أنت ما تمر مرور، لا تدخل على الغرف، لأنه إحنا نثق فيهم، وإحنا لما نتعامل مع لاعبين يملكون القدرة والثقافة أيضا من خلال اهتمامهم أيضا بحدث كبير جدا. موجود في معسكرات الفرق السعودية بشكل عام الإداري يمر على الغرف يشوف ملي نايم ملي نايم. لا 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 أبدا، هذا الأمر أنا من وجهة نظر الشخصية أنه غير احترافي ولا يتوافق أيضا مع ثقافة وقدرة اللاعب النصراوي. لو لقيت لاعب يدخن شيشة ولا الدخان أثناء معسكر الفريق شو تسوي محمد وأنت الإداري؟ شوف، بالنسبة للسلوكيات إذا كانت خارج الملعب فهذا شأنه، وإحنا نعلم يقينا أنه هذه الأمور موجودة بشكل كبير جدا اللاعب السعودي او اللاعب العربي بشكل عام والعالمي، لكن نتكلم في لاعبين كبار ومدخنين. نتكلم يعني بالنسبه للاعب النصراوي لم تحدث منهم هذه انا اقول شو تسوي انت، ايش دورك الاداري هنا؟ هناك لابد انك تاخذ دائما في التحرك في مثل هذه الامور بتواجد بشكل ايجابي بمناقشه اللاعب وايضا محاوله اصلاح الامر قبل انه فعلا ما يكون هناك قرار اداري قد يحرم النادي من خدمات هذا اللاعب. ندمت عن تجربتك مع النصر؟ كيف؟ ندمت على تجربتك؟ اطلاقا لم اندم، النادي النصر قدم لي حاجتين من اهم الاشياء اللي انا اعتز وافتخر فيها. الأولى أنه التقيت في نادي جماهيري حقيقة مثل هذا الجمهور اللي فعلا قدم لي شيء جميل من خلال زيارته لوالدتي في المستشفى، وهذا وفاء وهذا معدن. الأمر الآخر أنه نادي النصر أوجد محمد السويلم في المنصات، لم يحضر محمد من خلال تاريخه الرياضي إطلاقا، وهذه مكتسبات أنا أعتز وأفتخر فيها وستكون بإذن الله تعالى حافز ودافع لمحمد في المستقبل. قد تكرر التجربة؟ إن سنحت الفرصة ولكن بطريقة مختلفة. سمعت أنك رشحت لأحد المنتخبات صحيح؟ إلى الآن خدمة الوطن شرف كبير جدا، وما حضورنا في الأندية إلا امتدادا بإذن الله تعالى إلى خدمة الوطن في أي مجال كان. شكرا جزيلا على هذه الدقائق، هذه التوضيحات محمد بعد اللبس الكبير أو خلينا نقول الإثارة الكبيرة التي سحبت استقالتك. الله يخليك، شكرا جزيلا، سعيد بالتواجد معك. شكرا جزيلا. وقفتنا الأولى في هذه الحلقة، نتابع بعدها في المرمى وفيه. الهلال يبدد أحلام بنياس بسباعية ويعلن قادمونا يا آسيا. ومارد آسيا في جدة يطرد بيروزي بثلاثة وعطيف يوقع أول أهدافه بقميص الأصفر.